يا اهلا وسهلا بكم في لمن يسهر فقط على قناه التاسعه. مرحبا بكم في حلقه جديده اليوم 3/8 جوان كالعاده. باش نتبعوا لاكتواليتي, باش نشوفوا الصاير شنو مش صاير في تونس, وباش نحكيوا برشا حكايات. فرحان برشا باش نستقبل ضيوفي الليله, سعداء برشا باش نستقبل زميلتنا مريم بن عمو. مرحبا بك مريم. اهلا وسهلا نوفل, انا سعيده اكثر اني معك. منورتنا لاله, شنو احوالك؟ عايشك منوره بوجودك. تخي بيان الحمد لله يا ربي. تحياتنا ليك ولقناه حنا بعل. نذكروا اللي البرنامج اللي اكثر برنامج عامل ضجه في حنا بعل, رغم اللي اقل برنامج مخصصين الامكانيات اللي هو القفه. انت ومعتها ما هو اصلا ما فيش امكانيات باش نخلقوا له امكانيات. هذيك امكانياته وحلاوته ان يكون هكاك, يعني اي حلاوته ولاقي نجاح. تو نزيدوا نحكيوا اكثر على الموضوع. اكرم الغربي اهلا وسهلا بك. السلامه ومرحبا بك. ناو في اليوم انا جيت في السبور مش بالكوستيم, خاطر كما راك قاعد نحيد كوستيم. قلت لامي راك حيه جفلته مع الصابون طردوني حتى سبونسر. بصراحه معناتها تو كل واحد شي والمو كوستيم مكش تحسك كلي مثلا بطال 6 سنين وماشي لونتروتيان. تسلفت كوستيم جارك ووسع عليك ويديه مغطي هكا جديد مش قالوا لي واتيك وحضر له هشام النقاتي. لحظه شكون اللي قال لك واتيك؟ امي. اه ربي فضلك. ملي تشري لي في حوايج العيد هاي حاجه تقول لي واتيك. كوستيم قد واتيك جفلته له بيان سير. وكما يقول المثل التونسي اكرم في عين امه غزال. ما مرة بنت اختي قاعدين دارت قالت لي انت ماكش مزيان. درت لها امي قلت لها انا مانيش مزيان. قالت لي ليه وليدي القرد في عين امه غزال. مرحبا بك هشام النقاتي منورنا. عايشك يا نور. شنو احوالك؟ باش نسمعوا جديد نتاعك اليوم. جديد سيبيا مازالت عندك الانرجي؟ مازال زوز اغاني حاضرين جدد وديما الانتاجات, رغم اللي الظروف نتاع الفنان توا تعب شويه, لكن احنا ديما معاك ومع الجديد. وتيك توك وداني هبط تيك توك. تفرجوا فيه هشام نقاتي في التيك توك. الاغنيه الاخرانيه اللي باش تشوفوها الليله تفرجوا فيها في التيك توك. مازلت كي هبطها في التيك توك. يلا نحبكم معايا. اللي باش نقول الراحه بي قاعد يغزر له شنو التيك توك. السيد هذا السيد هذا 5 سنين على الروتريت. صباح انا بدي اسمعني والله. البارح فما حاجة في الانستغرام حبيت نهبط فيديو نعمل اسم هذيك سوايب اب ولا دور كبير ما يعرفها حد. ما هوش جونا مع حاجة. نحس روحي كبرت عليها مي بون. احنا تعرفش علاش تيك توك نوفل؟ والله وعرفوني برشا صغار نتاع اللاج نتاع 12 سنة و11 سنة و9 سنين اللي يمكنوا ما يعرفوش فنان تونسي. في نص في 20 ثانية هشام نقاتي ما معنى التيك توك؟ فسرها للي ما يعرفش تفضل. أنا أقول لك التيك توك. ما هو التيك توك؟ فسره لي. التيك توك هو حاجة جديدة حلوة الصغار مغرومين بها. حلوة بشكوت وتعمل بيبليسيتي كبيره برشا لاي برودوي. لا ماهوش تفسير. اش التفسير تاع هذاك هو؟ لا سايب هو شيخ بتفسير للتيك توك. علاش دخل فيه في بعضه برسم. يلا نحب تصفيقه كبيره على ضيفنا النجم ايمن عبد النور. مرحبا. مرحبا بك ايمن منورنا. وبيك يعطيك الصحه. زاد عندك برشا اكتواليتي وجديده وان شاء الله ربي نحكيو برشا على جديدك. اش عامل؟ عامل تيك توك حتى. معليش. لا ككوارجيه انستغرام فيسبوك دنيا معناتها امور الكوارجي كيما الفنان الكوميونيكاسيون لازم عليك في فتره من الفترات. ودايور يلزم شكون عندك لاهي وغيره. اما توا مرتحين ليكيبيت في قطر. مرتحين توا ساعه. مرحبا بيك وفرحان برشا باش نكون موجود معاكم. ميرسي ومرحبا بالمشاهدين يتفرجوا فينا. جيت فاكونس, جيت باش نشوف عائلتي واصحابي وتفرهد شويه وان شاء الله نرجع بيانتو لقطر باش يا نكمل في قطر يا بتاتر نجم نحول في جمعيه اخرى في قطر ولا نمشي بلاد اخرى. بلاد اخرى سمعنا حتى سامدوريا في ايطاليا عيطت لك؟ لا ما عيطت ليش. ما فماش حاجه تتبع فيك. سامحني عيطت لك بالدارجه التونسيه معناتها تتبع فيك سامدوريا. ما انت ضحكني صادق حلويز قال لي ما هو ذاك اللي في برشلونه لعب. قلت له ليه ماهيش برشلونه؟ ليه؟ قال لي اسبانيا نعيط لها برشلونه. صدق في انا ما عندي شيء في الكوره. لا قديش من مره تقابلت مع ميسي ضد ميسي؟ 7-8 مرات. لا أقل. لعبت عميل 4 مرات. 4 مرات. وكريستيانو؟ 3 مرات. 3 مرات. مرة ورقة ولا مضروب ولا شنو؟ لا 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 مرة اي مرة ما عندي بليسيور وقت قعدت شهرين ما لعبتش. فوالا دونك
حكايات والكرة دونك البطولة الإيطالية ماهيش غريبة عليك، أما تو نحكيو على حاجات غريبة شوية معك أنت. مرحبا أيمن، ميرسي بوكو، رحبوا بالصادق حلواس، مرحبا بك صادق. غايبه ضحكوا له تبدل على طول باش تعرف نانا مرحبا، تصفيق على نانا مرحبا والله. قلت له شيشه، قلت له شيشه هكاك باش نحرك الدم، حيرلي بليسك كيف انك نوفل لباس نحويك وجيت وحشتك منورتنا، توحشتك على الاخر منوره بوجودكم كيف مريومه خفت يا ميكان حسر عليك القفف تفرق يا غلبه القفه من قفه هزين القفه يفرق مش كيف كيف مكره مكره مكره. صحابنا في السيف بوك ولا ليه؟ ليه؟ انا عندي قرن من اللي طولت نحب نقابلك. قرن جديد انا وياك كبوك بوك واي وكنت شفت اكبر مني. الهش معليك سافانا خميس عليك طول ما صداك وي وي حركت تعرفوش سني فيه سني فيه ليه حكيت هكا كل الدنيا تبدا من هنا مرتاحه ياسر سي با سا دي تو سافا لطفا والله كورونا سينون شرفية الحمد لطفا عملت فينيا اي لقحت مني عتي توا بوس 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 ما عملتش الاولى ولا الثانيه من خدي من خدي اي لا لا معناتنا ما عملتش انا لا انا عندي مانع يحب يقول انا سلكتها قالوا لنا الصحفيين عندكم الاولويه من بعد ما عطاونيش يا ناري يا ناري اما بالحق اللي عنده ابوه وامه واللي عنده واحد كبير بجاه ربي امشي لقح انا خفت من الاول قلت مشيش تصير لي بعد الحاجه وانا مازلت ما شقيتش طريقي في الحياه يقصفوا لي شبيبي مشيت نجري عملت الاولى لبس قالوا لي يا نانا ليش هاو رديفو فين يجي مشيت نجري الحمد لله امشيو امشيو لقحوا بقدره ربي ربي بعد علينا نبليه ويرفع علينا الغمه صار فينا انا بابا وامي مهزيتهم ولقحوا والحمد لله تطمن تطمن الميلة تتحمى ولا ليه هو فجعتنا على الكبار الحمد لله هذيك هو الحمد لله ولا خيرنا في كبارنا والبركة بيهم والبجلة بيهم هكا ولا ليه لا انت كبارنا شبيك تعمل هكا انت كبارنا ولا صار فينا غمة حط قفتي هولي ما يسيلش اي حط حط صار فينا ولا ليه صدق والله على الاخر نانا والله كلي ناكلك حي حي جبت طليت عليك راهو لا دبيت سلتيت الدنيا كلي ناكلك قالوا لنا قالوا لنا ثورة والخير بالبالة تونس باش تولي دبي جيتنا الكونون يا بركنا خويا بركنا جيتنا الكونون يا عملت فينا عملت فينا عاري ولبس زوج ومزوج ناس هبطت لا قعدت ماتم لا قعدت مقروده لا قعدت زيت لا قعدت خبينة السميد والفارينه الناس الكل تجري على السميد والفارينه الهش صار فيكم الفنانين قعدوا بطلوا شركتي تعمل في الحش توحشت البقلاوه او اللمه نتاع العروسات ولا الجواء والله قلت عاد ما شاء الله والله منين باش تصرف مردومه وسبايه ودنيا مصروف يا غلب مش بنش الراجل هكا ولا ليه وبس يقد ويعملوا ولا في تيك توك زرير والله مصروف كبير حتى قالوا لي ونصحوني راني هنا قبل ما نعمل شو اسمها شو يقولوا له هذيك باهي الماركة اللي عملتها زادة مش خايبة هكا تاعك تشبه الاسم تاع سبيدريت ولا بتاع الحاسن طوز عليك المشاور وطوز عليك الهدرة قالوا لي اسمك كونفيلي شلية كونفيلي ايه انا قد كونفيلي ليه قلت له بحاجه ما نعرفش ما نعمل شيء والله خاطي نعرف عليه الكونفيلي عندك حق كيما يوتينيش ويخلي لي لحمي نفات نفات ولا يطلع لي الحبوب ولا يطيح لي زعري ولا يعمل لي بعد الديكزا والله قال لك قولوني يا كونفيلي دخلت البيت البانو شريت بدون شو يقولوا له جي فيلها وكبروا صبيت ولديه في البانو انزعت حمرة زنطة ربنا كما خلقتني اي وحدي راسي راس روحي اغطست في البانو يمكن سويعة سويعة ونص سويعة ونص زهرت روايحتي وخرجت قال لكم في لي اما توا لبس عملت التلقيح والحمد لله يا ربي وجهه مش يغريب عليا من بكري نعقل من بكري نعقل من بكري نعقل لعب في اسبانيا
كوارجي ضد كريستيانو وميسي اي كوارجي تونسي. استنى شوف عندي التكتيل واللوندرويد تو مثبت ونقول لك استنى بشوية خاطر يظهر لي في الليزدا في الليزدا ميمتي لا حسوس على روحك في الترانترو ديس خليني خليني غلبة استنى عندي نيمرو ما ما قل لي اسمه شنو أيمن عبد النور في في هكا هو هكا هو أيمن عبد النور مرحبا كيف انك بابا لاباس الحمد لله تاني ملقح حزوز حتى هو ملقح حق عندك مناعة عندي مناعة ايش نانا فايزة ليه زبدة زبدة لقحت نانا هيا قول بعد نسيت روحك نسيت روحك تحب نحكي لك ايش صار وايش ما صارش نحكي قدام العباد شفا ما بيناتنا خليني خليني نانا يعملوا بنات صغار نوفل نوفل خليني هكا شايف قرح لي على قلبي كنت باش نتكلم اما تو لقيت قدامي ما عادش لازم نخبي قدام من هذا المنبر قدام 12 مليون تونسي تحرش بيا السيد اسمعني في عيد الحب يبعث لي في القلوب هكا ولا ليه؟ شي يحب يقول؟ فما حاجة معناتها يحبكم يحبكم خبي بعفت ولا ما بعفت؟ نسيت شفتوا هكا على خاطر قدام الكاميرا ما حبش يقرر ابعث لي القلوب وابعث لي في درا شنو وابعث لي في كذا انا قلت شبيه ذا رامي سميتو ومش ماهوش الجونغ نتاعي جملة 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 بعد قلت برا كيكا نوسع في بيلي قبل الليلة كيكا قلت برا نقعد شوية وبديت الامور تتطور نعطيك دليلة مش صارت له توا ديكزا في الاخر وقع ادمين ادمين انا بعث له هكا وشي هنا والله كيما نحكي لك بعث له هاكر قلت له الهاكر نتاعي طلبت مارك هز عليا مارك اي لقيته عنده دوبلا هز عليا من بعد قال لي نانا يا مارك بحجري مضرب بيا غلبه اي به ولا ليه قلت له رايتو عبد النور اعطيني توا المود باس المفاتيح حيتهم توا باش تبلو يمو وليت عملت له هاكر وعملت له فوحه وعملت له مينا بالعاني باش يتربى باش ما عادش يتحرش يتحرش ولا راجل معرسل عليه علي زهر يا فضيح وين المدى لحظة نعذروه شوية مع أجمل نساء الدنيا يضعف ليه أنا كبير وانت تصورك على أكرم تصورها على الفيسبوك شوية اللي ما فيهم شوية هو قبيلة قال أنا جيت نعدي في فاكونس في تونس استغربت واحد جايب شي عادي فاكونس في تونس بعد ظهر على خاطرك جاي ماني أنا شلقت فيه قلت شي حاجة 80% من التونس يحبوا يهجوا في الفاكونس هو جاي تونس أقفقت بي شي شي ما شبه مرحبا مرحبا إيجا نقعد ولا نمشي نانا أقعدك نقعد ما لقاش ما خير منك إيجا نانا بلي ما عادش نجم ما عادش نجم هاي جماعة هشام كيف تفضل تبيعة خسارة خسارة نانا بليجا عندك كادو سنبل قرطاج اهديوا لك كادو خاطرك نانا انت ياسي طرق عنا ضيفة عنا اسمع اسمع سنة يا سنة انت في بالك قاعد تهدي لي في حاجة جديدة عليا انا بيت المونة متاعي من لوطة للطاق الفوقاني سيني بالكرتاج انا مازال عندي جهدة لا ما غلبك وانت قبل لي حسرتي كنت الرفيه مازال لا مازال مازال نعمل النواصر والدنيا ونقد والريس اموري وحدي اي نعمر تركينتي وحدي اما توا النواصر مقدودة تقول عاملتها باس 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 معلمة زمنية العادة والسنة ولا ليه العادة والسنة اوه غلبة لا هي مزينة وش اسمه قصة المغلوثة اللي تعرفه هاكا وزا كاسبر بخارة هاكا وزا كاسبر هذيكا يا خالد نبعث له حتى في قطر نبعث له كولي بكل شيء باش يهز هذا ذاك هو الصعب اسكو يهبط بابا ما شاء الله بيه شو يتحرش بالعبيد أميلة وشعير وقمح الدنيا ما يظهر لي يتحرش بيك طمع في الكسكسي اي داخل على طمع داخل على طمع يلا نانا مرحبا بيك everybody صدق حلويس I love you I love you محليك نانا جوتيم جوتيل يلا معز النيمرو عندي معز معز يلا نانا معز الطبي مرحبا اقعد اقعد حدينا قعدني ما قعدنيش المسمار هذاك شو غلبة كان عملوا لك زوز كراسي انا والله انا قعدني تونا نلقاو حل يلا نبداو مع بعضنا ساعة قبل ما نبداو نبداو خليها غادي نبداو ساعة لعبة سنابل قرطاج الو نانا بنان
عطيني رسالة حبيش تشكب علي فيقدة مش فلوسات الضرب على الكشكشي سنابل كرتاج طعم الأيام الزينة مرحبا بكم في المسابقة هذه سي أكرم وفريقك سي صادق وفريقك باش نحكيو على ساكسيس ستوري سنابل قرطاج أما يلزمكم تركيز سنابل قرطاج عندها 30 سنة نشاط في المنتوجات الغذائية وناس الكل تشهد لها بالجودة والإتقان دخلت سنابل قرطاج لسوق الكسكسي والمقرونة بقوة وحازت منتوجاتها على إعجاب المستهلكين على خاطر متوفر فيها بالخبرة متاعهم عناصر الجودة والابتكار والتنويع والحفاظ على روح المنتوجات التونسية الأصيلة سنابل قرطاج الكلنا نحبوها هي أكثر من 80 منتوج منهم اللي باش نشوفوهم اي 80 منتوج تبارك الله تبارك الله صادق باين عنده خبره باش نشوفوهم في بالحق باللي اي الكورجيه ياكلوا مقرونه نهار الماتش قبل الماتش قبل الماتش وفي الماتش وديما وما تسمنش لا ما تسمنش ما الصوص اللي يتسمن في الماتش شريتها في الماتش يخرج الصوص الصوص هي اللي تسمن غلبه اما مش تاكل كيلو معناها اي لا لا مش كيلو يا سيد كيلو انا غلطت في الكونتيتي هي متوفره في كل مساحات تجاريه سنابل قرطاج والكبرى والعطاره جربوها وتمتعوا بطعم الايام الزينه كما كانت تحكي لنا نانا به المسابقه لونها مزين لونها مسره اي محلاه المسابقه يلا في ساعه تشوفوا التابلو ومن بعد باش نعطيكم بالماركه بالماركه تقولوا لي فين نومرو 1 2 3 حتى ل 11 يلا ثبتوا وينو من نوامر لا من بعد باش يجيو النوامر ثبتوا 12 نعطيهم فرصه اخرى ترى عاودوا ثبتوا نحسب حتى الخمسه 1 2 3 4 5 سي بون اكرم وصادق اللي يحب يجاوب الاول هو اللي ينزل التالية تلا مش واحدة ننزل عليها لا ننزل انت قول ننزل لك اكرم اخرى بلي بلي جاب حدايا التالية تلا وين موجودة صادق 11 اكرم 7 قربت يا اكرم في الستة قرب لي التالية تلا مقرونة المزروبين اللي ديما يجريو وما يلقاوش الوقت باش ياكلوا معناتها هذه حاجة بنينة وخفيفة في البيرو ولا في الدار التالية تلا تطيب لهم فيسة وحاجة بنينة على الاخر يلا لا جام لي 3 مينوت نتاع سنابل قرطاج وين 25 وين ال 25 يا نعم فماش حتى ل 12 8 على 3 فماش 25 شكون قال 8 غلط 4 غلط نمرو 11 مش مشكل هذه اشهر من اشهر لي جام لا جام لي 3 مينوت في 3 دقائق سنابل قرطاج لانغويني تروي في 3 دقائق طيب فرس فره اي طيب في 3 دقائق كهو جويدة وخفيفة وسهلة الهضم هذاك علاش يحبوها كبار وصغار يجاوبونا صحيح يا لحظة عاد فهم استراتيجية في اللعب لحظة كوسكوس سافور دو تونيزي كوسكسي نكهة تونسية خمسة واحنا صح ثلاثة لحظة خمسة وثلاثة ثمانية اجاوب صح في ثمانية ويني ثمانية دونك المنشط هو عنده انا اللي باش نربح العولة يا سنابل زين فما استراتيجية الكسكسي الزمني الفاوح اللي شاهي فيه مطعم الشمس والنعمة واللمة من ريحته تعقل ويشاهيك باش تذوق وتتبنوا متعة في المذاق وبرشا ذكريات حلوة فما كسكسي باش نحكي لكم عليه توا عالمي بتتر كان ما تعرفوش تعرفوه كسكسي المغلوث شكون اللي سونا لون؟ صادق سونا لون قداش؟ وانا قلت فليفه والجواب صحيح هذه حلاوه شتيله برافو لا لا مش تو هو كان باش تربح ما سمعتنيش الاولى قلت فليفه هو نزل لون ما نزلتش يا ناس ما نزلتش لحظه حسب الفار نتاعنا لا 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 شفناكم بالفار الكسكسي لحظه ارجع للفار اغسل نوفل لا رجعنا للفار قالوا لنا صادق متعصب يا غلبه ما يهمنيش شفت استراتيجيه
تجري وكاو وحنا ربحنا ما نسلمش في حقي. لحظه نحن راهو كي نربحوا العلا نقسموها معاكم. انتم ما فهمتوش اللي هذاك يمشي مره بارك. لحظه كي تنزل مره يمشي اما كي تقعد تضرب فيه تسخايدو تيليكوموند تاع عام 70 ما يمشيش. ما نحبش هكا. اسمعوا معايا الكسكسي المغلوث سنابل قرطاج مش موجود منه في حتى بلاصه. كسكسي معمول بالقمح الكامل والشعير. خصائص الكسكسي هذا انه غني بالمعادن والفيتامينات ومليان بالالياف، مصنوع على الطريقه التونسيه الاصيله والزمنيه وباعلى مستويات الجوده واحدث المعدات. كسكسي بنين وخفيف ويعمل كيف. هذا المنتوج المتميز كسكسي مغلوث اختاره المستهلك التونسي كاحسن منتوج سنه 2021. يلا استنى مازالت لحظه 1-0 مازال وزوز برا. يمشي 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 يمشي. مقرونه فل 7-7 لحظه ادرى المكرونه فل 2 وانت 7 والجواب صحيح 7 اديناها العلبه. المكرونه فل 2.5 مع العلم السنابل فقط عندها 2.5 ثلاثة معناتها الشوا نتاعها حيكون قريب برشا. ملكة الطاولة التونسية صيف وشتاء وعشاق المقرونة الحقانيين يعرفوا اللي المقرونة فل هي المقرونة الصحيحة. وما تبدأ مقرونة بنينة كما يعرفوا عشاق المقرونة الحقانيين إلا ما تبدأ موزوزة بالصوص ومشخشخة باللفاحات. يلا هذايا شكون باش يربح توا؟ أي ترى اسمع لحظة النواصر النواصر ستة ستة قول تسعة. تسعة تسعة لحظة غلطين عاود خمسة 12 10 11 لحظة أمان أمان بالواحد بالواحد لحظة 3 غلط 1 11 6 8 9 1 12 4 2 2 لحظة لحظة سايب المقرونة ليه لحظة دعنا بيه غلبة بيه امشي امشي عارف شنو نسأل سناب القرطاج لحظة باش نرجعوا للفار. النواصر اللي ما يعرف النواصر وبنت النواصر ونكهة النواصر وفاح النواصر ما يعرف شيء من التطيب التونسي الأصيل. النواصر سناب القرطاج تعقلوها من بنتها الزمنية. ما تنساوش اللي سناب القرطاج باش تهدي للفريق الفائز له من منتوجاتها البنينة. بيه سناب القرطاج الزوز باش يعملوا لي عركه دونك نستشيرهم اللي انتم الكل دونك باش تربحوا لو باش يجيكم بار بوست مهدي من سناب القرطاج. هما ربحوا ولكن الزوز باش تربحوا سي بون سيده احنا هما ربحوا احنا ربحنا تمزينا. على كل حال انا مونتي في الدار بسناب القرطاج محسوب. انا حاب نوصل كل واحد فيكم باش ياخذ له سنابل القرطاج باش يعول به عام كامل. ميرسي بوكو سنابل القرطاج سكسيس ستوري 30 سنه نشاط اما 80 البرودوي اللي عندها اكيد عاجبينكم برشا. ميرسي بوكو سنابل القرطاج. الو نانا بنان اعطيني رسالة حب ايش تشكب علي؟ فايدة مش فروسات الضرب على الكشكشي. سنابل القرطاج طعم الايام الزينه. باهي قبل نانا عندي لكم شوية أسئلة في البداية باش نتعرفوا شوية على بعضنا. هشام نقاتي شنو رأيك في أداء مريم في مسلسل الفوندو؟ هل ترى أنها تنجم تفك مع رغم اللي دورها كان صغير تنجم تفك بلاصتها في التمثيل؟ أنا نقول لك يا مريم واصل في التمثيل لأنه باش يفيدك برشا ومحلاك محلاك في التمثيل. برافو مع العلم انها ما مثلت. شكلي في روحي يكبك بوبك عملت كما الوزير اللي قالوا له نبتة فوق السطح تذكروه يا ما نقول ما رايتش يا غلبة. لحظة لازم الانبطاح والمجاملة أيمن عبد النور كل ما رايتش ما تفرستش. لا هاو جاي مازال نبتة فوق السطح تذكروا ولا يفتي الرجل ويعطينا في تقينا. أيمن عبد النور شنو اسم البرنامج اللي تقدمه مريم وفي أنا قناة القفة في حنا بعض. برافو برافو يلا يعملوا في الخير. أكرم شنية اسم آخر جمعية أوروبية ألعب فيها أيمن عبد النور؟ أوروبية أي هذيك يو سي يو مي مي دراجنية دوروب شنو شكون؟ بعد الله عليك بعد الله عليك توانا خارج عليا ما نعرفش أنا في بالي في قطر فالنسيا. لا أوروبية تو قطر على روحها أوروبية هي قطر قطر مش أوروبا قطر تشبه لأوروبا رغم اللي مسيطرة على أوروبا ما مش أوروبا. أنا ليه أنا بتفاد ليك أبا ما نعرفش عبد النور وين كور مارسيليا يخرج معاي
فين؟ مرسي. لا اسبانيا اسبانيا ذهلي. بعد الله عليكم ودبليتكم وانتم شباب ما تعرفوش وين يكور. صدق من دب عليكم في الخب وسلت عليكم في الجلت. الرازم لازم عالم يقلب بالدنيا ستار تاع فوتبول ما يعرفوش وين يكور. نحكي على الحفار قبري. نحكي على الحفار قبري. يسموا منين؟ عبد النور ما يعرفوش وين يكور. وبعد قطر تركيا. برافو. كايزر سبور. وين؟ شو شو قال شو يدي مشهورون 100% تركيا مازالت ما دخلتش في الاتحاد. لا ما دخلتش في الاتحاد ما اوروبا ما دخلتش في الاتحاد. كلام صحيح صدق. هاي مالك كلام صحيح براي عليك لمن يعدي كلام صحيح. اما انا على الاقل ما نقعدوش في فضيحه. نانا كلام صحيح اما انا نحس انه فسكاها نحس. ليه ما نعرفش ليه. ها وجهه بيبي فيس غلبه وين بشي فسكه. هيت أكرم قول شكون الممثلة اللي عمل معاها معز تومي فركة صابون؟ ما يتكلم حد. عزيزة أبو لبيان. أي الحمد لله. الحمد لله. عزوزة مريم I love you. شنو آخر كليب؟ يقولهم برانسيب الفنان القديرة عزيزة أبو لبيان. تسيبوا عادي سيبها ربي معاها. عملوا مينا. أي ما نقصد قديرة به. سبونتانية. مريم شنو آخر كليب عمله هشام نجاتي كليب؟ مش انا هشام عملش عملت كليب. غنيتك هذيك 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 امشي امشي يا مزيانة والله صحيح هكا ولا لي وكبتك راني ملي كان شعرك ابيض غلبة نانا. وقتاش يتعدى برنامج القفة في حنا باع النهارات؟ النهارات كل يوم بعد ليفين. انا ذيل في رمضان. ليه بعد رمضان؟ بعد رمضان بالحق نهار الخميس في بالي هكا نتليمحوا تايسه هكا. والنهار اللي خلي طيب لنا فيه كسكسي ماني ما عنديش حنا بعل في الدار تعليش تحرج فيا. احد وخميس احد وخميس احد وخميس. هشام شنو اسم اخر مسرحيه عملها معز التومي؟ معز التومي عمل مسرحيه حلوه. شو هي المسرحية يا مكبوب السعد؟ ها؟ نقاتي وينه؟ قول والله سامحني انا كنت مسافر مانيش انت بيت صليت عليك حياة حكم الليل للصبيح للبدو دريرتي يا ودي انا هكا احنا قرعمانة قرعمانة اسأل على هيفا وهبي ترى يقول لك صفتها ونعتها صحيح ويعطيك البيت روامتي ويعطيكش فترة البارع الصبيح. اما موت وين سافي بعضنا احنا وكيبدا الجميل تونسي ما نهتموش بيه والله محلاك نانا والله نحبوه محسوب الله وجع عليك. لا انا متغشش عليك هذا ما استدنيش في الاوفرتشور نتاع المسرحية ما نستدنش انا اسمعني انا مضروب فيا نجم عالمي لو وجع عليك انت. لحظة هشام اسمها القرهمانة ما معنى القرهمانة؟ القرهمانة هي المرأة الشيطانة الذكية هكا ولا لا؟ والحلوة المزيانة يا نانا الله الله. أيمن شكون اللي يتقدم في برنامج القفة مع مريم؟ ما يتكلم حد. بيا زردي شعرها كحل نعرفها ومحلاه. مش بيا زردي معاها بالحق بيا زردي معاها ولا لا؟ معروفة برشا. هلا هلا ذوادي برافو. لحظة ما سبقت مريم هاو باش نرجع لك. شنو المسلسل اللي يمثل فيه أيمن عبد النور؟ اي شفته مع سامي الفيري مكتوب يظهر لي لا في ولاد مفيدة. لا لا ليه عمل هكا باساج عمل انت شنو بالسيف تحب ما عملش بوليس حالة عادية صحيح. ايه شفتوا الدور لا اكرم حضروا فيه لما اكرم عندك جائزه ب 1000 دينار نعملوا فيلم سبيلي مسرحيه واحده اخرجها صادق حلواز الفنان القدير الساحر وفات لحظه وفات لا وفات ملا عيلة مش عندك فيه درس في مملوك ولا لطيفه القفصي حاجه كده مش ملا عيلة. اي لا ما سالتكرم انا سمحت يا هشام سمي لي زوز جمعيات في فرنسا لعب فيهم ايمن. زوز جمعيات مرسي ذا اللي يلعب في مرسي اي اي ولعب في جمعيه دينار هذه لا ولعب في بعد نيس بعد موناكو برافو مرسي برافو
شه يا شهوة بجوه ربي تفضل خاطري وانا نحب اكون متعليق اللي ما يجاوبش صحيح عيط يا بسحان بقصت له راسي غالبا باش خاطر احنا ديما في عليه عملناها في بداية الحصة ديما في برامجنا نشكره في بعضنا ساعات واحنا من بعد تفرجنا ريت بجوه ربي ما نعرفوش بعضنا ما نعرفوش ايه ما نعرفوش بعضنا كيف فنان يعمل مسرحية بيه ما يفرحولوش الفنانين كي كورجي يكور مليح ما يفرحولوش ما نفرحوش لبعضنا تعرف وقتاش نفرحوا لبعضنا بعد الميميت تولي انت اقوى 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 مبدع في العالم وتبدا التماجيد والدنيا والشيء اللي عنده تصوير معاك هبطها اخرى ولا واحد حاله رو انت مثلا يجرب واحد في مصر توا يقول محمد صلاح ما عجبنيش الشعب كامل يهجر عليه يحبوا بعضهم يحبوا غلبة. اخر سؤال لمريم سميلي اخر مسلسل شارك فيه معز التومي اسكت معز عرفت معز التومي اخضر لي من عبد النور نفس الصلعة كيف كيف ليلي رحت علي غلبة قلبي انا شفرقتك قتلك مديدة اي مش مديدة يا غلبة في رمضان شاركت في القنوات العربية بطولة عندي عنده مسلسل يحكي على تونسي يحكي على تونسي تونسي الاخر تاع امين شيبو اي اي فلا تاع الجرايم غاريبالدي فرشت قلت لك سيتيكا كل واحد كل فول ليه في نواره كل فول ليه في نواره باش نبداو توا في الحصة فاصل بطولة في رمضان في قناة السليم في زنقة الريح مش تونسية ليه مش تونسي لا لا نحكيو على تونس وقسمة وخيان وغاريبالدي باش نحكيو شوية توا على الاكتواليتي والدنيا وجديدكم الكل ولكن نحب الفازة هذه جوي نحبوا تحية للي باش يعديوا الباك مازال جمعة يظهر لي وسنيك العاده صلى ربي نجحهم يا ربي صلى ربي وفقهم يا ربي صلى ربي اصحابي عا باش اولادهم مش عاديوا الباك نقول لهم يا ربي معاكم ان شاء الله ربي نجحكم الكوراج بارك الله النمر وعاد باش عيطوا لك غنيت لهم في عرسهم توا باش تغني لهم في جيبهم والله صارت لي برشا مرات نوفل هذايا نبدا نغني واحد جاني في وذني قال لي انا راك خدمت لي عرسي وتو هذايا عرس ولدي انا فرحان بها هذا برشا فنانين ما يحبوش يقولوا اما انا نقول انا مع توانسة على طول على طول ان شاء الله معلش بلحظة تبارك الله ما يظهرش عليك كبير ما خاطر قلبي باهي مع الفنانين الكل ومع الناس الكل لا 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 قلب القلب راهو الفنان يبدا قلبه باهي اي انسان لا انسى صابط وكان شعر ابيض شنو مشكلته شنو مشكلته شعري ابيض الانرجي اللي عنده هشام تلقاتي يستفيلوا بيه بالحق في العروسات في النجاح يستفيلوا بيه والله في البيت هكا قلبه مشره يعمل جو حتى كي ما يغنيش يقول لهم على السلامه يا شيخ هكاك من عند ربي هو به هو به الحق اكرم نرجعوا للباك انت اصغر واحد فينا احكي لنا على لا هشام اصغر واحد احكي لنا على الباك قبل ما نخرجوا فاصل ونبداو الحوارات مع ضيوفنا وعندنا برشا ريبورتاجات انت صغير الفاصل انا فيه الفاصل انت لا انت حدك البارتي الاولى معانا نعم مانيش في الفاصل لا حبيت ندخل في الفاصل هيا ما يصيرش الفاصل ضايق عليك ما يدخلكش والله حسيت حاجه فيه سمعت واش قال بابا راه ميت بالضحك على معناتها على شكون علي انا انت تحب تشلبيق لا 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 سي با يلا نحكيو على الباك هاي انت في بلاستي تنجم تشجعهم نجم منا نشجعهم خير خاطر منا تجي في الوسط نحب نقول لجماعه الباك ما عادش مازال توا التعب نتاع عام كامل باش نحسدوه توا توا كتعب والريفيزيون والتصبيح ما تقوليش توا ايست كان تقولي ايست نقول لك لا تيأس حتى انك من حقيقه لا تيأس تقولي حلم تجاهمت عليا نقول لك قف على ناصيه الحلم وقاتل فلك الاجراس وما زال التدق والساعة وما زال التدق الباك راهي حكاية فارغة جملة هي درجة من الدرجات باش نحقق الحلم اللي نبعدوا عليه هو هدف صغير ما تخافوش منه أنا مثلا عامة الباك متاعي يعيطولي أينشتاين ما قريت الجملة خذيتها بذكاء أقل نوت جبتها تريز في الفلسفة شبيك تشوط بصبع الكبير من الجول للجول شبيك عيطولي أينشتاين في الباك متاعي شنبهت عليك مش الكذب لا عيطولي أينشتاين شنو الكذب لا عجب بكرم مالاش يعيطوا لي عامة الباك نتاعك؟ يعيطوا لك البي، قول لهم علاش يعيطوا لك البي؟ خاطر 3.14 ما عاد. واحد في العربية
واثنين كلمني خيانة تغزل لي فرنسوية ولا بوك انجليزي. كان جيت انت فرنسوية بابا كيف ما نجيش انا كي. من على جابي في العربية واحد؟ اسمع نحن اصلنا عرب، اصلنا بربر مش عرب. طلع زيد وجابولي في الباك عري ما لم يعريه المعري. يا وليد عاد هزيت كاسيت تورك وريتها لهم راه عطاوك 20 على 20. ريت خاطر مانيش باهي انا، انا كارني استغليت الباك كيما استغلته اختي، اختي استغلت الباك بشيرتين، استغلته كوميرسيال. ساعة اختي كانت قبل تبعث امي تشري الخبز تخرج حافي انا. بعد الباك ماما ماما لازمني نركب اباري، ماما لازمني نقد شعري، ماما ماما فما ناموس في البيت اول في توكس. الا اختك خاطرها باك سنيها في توكس. ليه في توكس كي نشم وننسى المعلومات؟ رسي لينا لينا كامله يا نانا نقتل في الناموس باش ليك وما لازمنيش نعمل حس باش اختي تاخذ الباك. يا ولدي يا اختي قبل الباك مره استعديت قبل ما تمشي الباك شوفها كيفاش كان. استدعيت صاحبي معايا الفاك شفت ربح ذي نحن نمشوا في الحومه قال لي يا كرماكر. قلت له شبي؟ قال لي فم واحده حافي انا شاده زوز باكيت تبايبي عليك. خزرت نلقى اختي قلت له ليه هذيك مهبوله في الحومه اللي تعدى تبايبي عليك. روحنا للدار الوالده باش تحط لنا الفطور قلت له ندخل للتواليت نجي نسمع في عيط يا كرم اجري اجري المهبوله دخلت لداركم. والله يا كرم هكا تجبد في اختك راه طاو نعطيك كف صحه ليك. جرب اعطيني ما نجمش نعطيك كف خاطر نانا لنا نانا ما تخليكش راني اليوم جبت شكون باش يقول لي حقي على خاطر نانا ماك تعرف يا رجعها ردها على الستات دخلت انت هيجا على الطفل ريتها يا نانا عامله فيا امك ام يلا من بكري ولا تو جديد؟ لا لا من بكري يا غلبة بطل تبنيك انا تبنيني نانا هيجا بابا هيجا برا لا امشي على روحي والله ما عجبتش بالحقيقه امشي على روحي والله ما فلحتش معايا من عبد النور وطلع بالربيع على دايا والله ما عجبتش وكي شد روحه مالي عند ربي مش بعيد شد روحي ولا اي كل نهارين نستهلك 5 اي لوف يو اه ميزان صغير كل نهارين نستهلك 25 جيجا انترنت ما شاء الله حتى نتيجه انا وقت جيجا تقضي الحمد لله ما تلقح ولا ليه ملقح مش المايم تدوز بوز برا لا لا انا شوش ما خذ لي في البلتارة يد بيها لسيدة حاطين ضعيف 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 شوف انا شنو واكل فيه شوفي لحنات كيفاش حطوني ضعيفة هنا يلا غالب اش تعمل هو فايدة فيها فيكا القوة مش غادي شوي ما نعرفش يا نانا شوي ما نعرفش خليني ساكتة شنو ضعيف انت برغم بصحتي ما يسالش ما يسالش كي نخلطوا مع بعضنا يقعد ضعيف هتو نتكاملوا ولا ضعيف جدا يا حرز لك نانا توا وقفت لك راه يا حرز لك نانا خلي الطفل رايد اجي هذه حاجتي بيك ماشي هنا نمشي على روحي باهي باهي ما يسالش ما يسالش لا تمشي نانا على روحي ما يسالش والله باش نتوحشوا خاطر استدعينا معز يحب يقول كلمتين زاد شكون معز؟ معستو مي ممثل جديد معستو اسمعني شكون يا ربي قبل ما ننسى جاه ربي الديزاين والفازيت بتاع شقالك في بنواري ما شاء الله كل هو اللي وحد عليك 55 عليك يا ربي هالكمون منين يا نانا لا تمشي لهنا والمكياج المكياج عمله لي مومو مومو محليك يا مومو تبارك الله عليك اي دور شوفوني بنواري يا نانا جاي بمزيانة يقرد روحي هي بحقه يسي ها هاي وين الموسيقى المرة مهلوكة تشطح ليش دربوك حطوا غلطك عادو يلا باي باي طول الموقع في لمان نانا اي لوف يو ربي فضلك لينا ميرسي بوكو يلا فاصل ونرجعو لكم في لمن يسهر